اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على القيام سويا بإطلاق ما يعرف بالشراكة الخضراء، وتم الإعلان عن المبادرة خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب رئيس تنفيذي للمفوضية الأوروبية، هذا بالإضافة إلى مسؤولين كبار من الجانبين. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي والالتقاء السياسي بين الطرفين في قضايا البيئة والمناخ والتنمية المستدامة. معنا من طنجة أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بروفيسور سعيد قروق. بروفيسور سعيد، مرحبا بك معنا. إذن كما قال وزير الخارجية المغربي، هذه الشراكة تعد الأولى بين الاتحاد الأوروبي ودولة أفريقية. ما أهميتها؟ ما الذي تعني هذه الشراكة وأي تطبيقات لها؟ شكرا سيدتي. فعلا هي اتفاقية فريدة من نوعها على الصعيد الأفريقي، وتبرهن على العلاقات المتينة والمتقدمة التي توجد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفعلا فإن الميدان المتفق حوله الآن هو ميدان حساس جدا، استراتيجي ومستقبلي، ألا وهو البيئة، وعلى وجه الخصوص التحولات المناخية التي توجع البشرية بكاملها. وبين المغرب وأوروبا هناك بوادر متقدمة لها تاريخ الآن منذ سنة 2000، ثم تأكدت في 2013 و2015، وأخيرا ظهر في تلك الأزمة التي وقعت بين إسبانيا والمغرب على صعيد البرلمان الأوروبي في ذاك القرار الذي وقع فيه نصف البرلمانيين مع المغرب، مع إسبانيا العفو، والنصف الآخر ليس مع إسبانيا وقسم كبير مع المغرب بوضوح. وهذا يبرز المكانة الواضحة والمتقدمة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الأوروبي. الآن العلاقات المتينة الموجودة ما بين الطرفين تجعل الاتفاقية الأخيرة تدفع بهذه العلاقات بخطوة جبارة إلى الأمام. طيب، ولكن ما هي مجالات هذه الشراكة أستاذ سعيد، في المجال البيئي، في مجال المناخ، في مجال خاصة أنه يعني يحدد الأولويات بالطاقة، الاحتباس الحراري، الحفاظ على البيئة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ما الذي يعني هذا على أرض الواقع؟ على أرض الواقع يعني أن المغرب سيتمكن في المستقبل القريب بأن يجد أسواقا أكثر أهمية فيما يخص منتجاته الفلاحية على وجه الخصوص، التي يستعمل فيها المغرب طرق وتقنيات متطورة جدا وطاقات كذلك نظيفة تجعل المنتوج المغربي يحترم جميع إن أردتم مكونات البيئية، ويكون بهذه الطريقة مصنفا ضمن الاقتصاد الأخضر. لدينا كذلك عمليات تطوير تقنيات استعمال المياه في المغرب التي يعمل فيها المغرب منذ مدة طويلة، وأصبحت له قدرة تصدير هذه الكفاءة على الصعيد الإفريقي وكذلك على الصعيد العالمي، ومنها الصعيد الأوروبي كذلك، لأن المغاربة يتدخلون في هذا الباب. لكن كذلك هناك قسم مهم جدا، والقسم المعرفي. لدى المغرب كفاءات علمية وتقنية على المستوى العالمي، وهي تساهم في الخبرة، في المشورة، في تقديم الرأي إلى آخره. على أرض الواقع كذلك المغرب يطور مشروعا إن أردتم ثوريا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهي الطاقة النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية. وكذلك الآن المغرب يفكر جيدا في تطوير الطاقة البحرية، طاقة التيارات البحرية التي يحظى المغرب في سواحله بتيارات ضخمة جدا. طيب، وهذه العملية طيب لو سمحت لي بروفيسور، يعني في إطار هذا، ما هو بالمقابل ربما مع هذه الإنجازات والرهانات، وهناك استراتيجية مغربية ربما موضوعة عام 2017 في إطار الرؤية لـ 2030،
ما هو أشكال الدعم بالمقابل اللي يحتاجها المغرب؟ يعني يذكر أنه مثلا معهد النمو الأخضر العالمي وهو منظمة حكومية دولية كان قد أشار إلى أنه الحاجة للدعم التقني على سبيل المثال لتنفيذ استراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. ما الذي يريد المغرب من الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الشراكة؟ هذه الشراكة تسمح للمغرب أن يكون شريكا قبل كل شيء، يعني أن هناك فرص متبادلة ولكن كذلك امتيازات متبادلة. فبهذه الطريقة المغرب يكون شريكا حقيقيا، أي أنه يقوم بإنتاج يعني الغنى على الصعيد المحلي والجهوي مع الشركاء الأوروبيين بنفس الطريقة، أن الأوروبيون يقومون بنفس العملية ويستفيد منها المغرب. وهكذا إذن فإن المشاريع المتعددة الموجودة في المغرب فهي مشاريع مشتركة أو الكثير منها مشترك، لا في الأموال ولا في استراتيجيات مستقبلية ما بين المغرب وبين أوروبا. وداخل الاتحاد الأوروبي هناك برامج كذلك، برامج معرفية، برامج استراتيجية حول علم، حول المناخ، حول التقنيات المناخ، حول الاندماج حول المناخ. يقوم المغرب كذلك بالمساهمة في هذه الاستراتيجيات، تقديم المشورة بالمشاركة في الأبحاث العلمية. شكرا جزيلا لك. شكرا من طنجة، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بروفيسور سعيد قروق.